هلا ربع بدنا ناخذ هذا المثال، مسألة لفظية أو كتابية. أراد خالد توزيع 188 شجرة على 7 مزارعين، كم نصيب كل مزارع؟ وهل يبقى لدى خالد أشجار؟ خالد معاه 188 شجرة بده يوزعهم على 7 مزارعين، كم نصيب كل مزارع؟ وهل يبقى لدى خالد أشجار؟ رح يبقى معاه، رح يصير معه باقي. هلا كلمة توزيع بدني عن قسمة، خوارزمية القسمة بدي استخدم هون. 188 تقسيم 7، هلا تلقائيا انا كتبت وجهزت مضاعفات السبعة، لازم اكتب مضاعفات السبعة لانه بيساعدني في الحل. اول نقطة منخبي على الآحاد والعشرات، ما بطلع عليهم نهائيا، باخذ المئات. 1 تقسيم 7 يجوز لما يكون منزلة المئات بالمقسوم اصغر من المقسوم عليه، لا تجوز القسمة. بناخذ ال 18 باخذ منزلة العشرات معها، 18 تقسيم 7. هل ال 18 من مضاعفات السبعة؟ لا، مش من مضاعفات السبعة. وين موجودة ال 18؟ موجودة بين هون، موجودة بين ال 14 وال 21، لأن هي المضاعف الثاني. المضاعف الثاني هي 2 ضرب 7 يساوي 14، إذا بدي أحط بالناتج 2. هلا شو بدي أحكي؟ أحط بيناتهم الضرب بين الناتج والمقسوم عليه. 2 ضرب 7 14. هون بحط إشارة الطرح ناقص. هلا شو بدي أحكي يا رابع؟ 8 ناقص 4، برافو عليكم، 4. 1 ناقص 1 0. هلا ظلت عندي منزلة ما نزلتها، هي منزلة الآحاد 8 هيها. هلا بدي أنزلها 8، هي نزلتها هون. 48 تقسيم 7، هل ال 48 من مضاعفات السبعة؟ عندي هون 42، 49، 56، إذا مش من مضاعفات السبعة. أين تقع ال 48؟ تقع بين ال 42 وبين ال 49، هون 48 مكانها. باخذ الأقل من ال 48 اللي هو ال 42. ال 42 اللي هي المضاعف السادس، 6 ضرب 7 يساوي 42، إذا المضاعف السادس هيني بدي أحطه بالناتج 6. هلا نكرر الخطوات، نضرب 6 ضرب 7 42. هلا نطرح 8 ناقص 2، 8 ناقص 2 برافو عليكم 6، 4 ناقص 4 0 والصفر بينزل، إذا 6 أقل من السبعة، الباقي أقل من المقسوم عليه، تتوقف القسمة، هذا سميه الباقي. الباقي أقل من المقسوم عليه، تتوقف القسمة. إذا هل يبقى لدى خالد أشجار؟ إذا نصيب كل مزارع 26 شجرة، ورح يبقى معاه 6 أشجار، رح يضل عنده 6 أشجار، الباقي 6 أشجار. هلا ربع بدي اخذ هذا المثال، اكتب الرقم المناسب في المربع، هو هنا جمل المفتوحة. هلا في عندي مقسوم وعندي المقسوم عليه، المقسوم معروف معطيني اياه 634، المقسوم عليه مش معروف، معطيني الناتج ومعطيني الباقي. هلا بدي انا ابلش في ايجاد وضع الرقم المناسب في المربع. اول شيء بنقوم بعملية التجريب الارقام، ابلش اجرب الارقام من 1 لـ 9، والرقم المناسب واللي بيزبط معي باخده. 6 تقسيم إشي يساوي 2، هلا بنجرب الواحد، 6 تقسيم 1، 6 كم واحد فيها؟ فيها 6، إذا مش 2، إذا خطأ الواحد، ما زبط معايا. بنجرب الاثنين، 6 تقسيم 2، طب هي 6، 1 2 3 4 5 6، الستة كم 2 فيها؟ هي 1، هي 2، هي 3، إذا 3 مش 2، إذا 2 ما زبطت معاي. نجرب الثلاثة، 6 تقسيم 3، هي 1 2 3 4 5 6. هلا 6 تقسيم 3، 6 كم 3 فيها؟ 1 2 3 1 2 3، إذا فيها هي 1 وهي 1، إذا فيها 2، إذا زبطت معاي الثلاثة، زبطت معاي. أحكي 6 تقسيم 3 2، لأنه هو أعطاني إياه بالناتج، 2 ضرب 3 بحطه هنا 6. هلا بطرح 6 ناقص 6 0، بنزل 3 تلقائيا منزلة العشرات. 3 تقسيم 3 1،
واحد ضرب ثلاثة ثلاث، ثلاث ناقص ثلاثة صفر. هلا فيك تنزل منزلتي ال أحد. أربعة تقسيم ثلاثة، الأربعة كم من ثلاثة فيها؟ هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأربعة كم من ثلاثة فيها؟ فيها واحدة، هي معطيني إياها بالناتج واحد. واحد ضرب ثلاثة ثلاث، أربعة ناقص ثلاثة واحد، إذا الباقي واحد، إذا أنا هيك زبط معاي الثلاثة. وهكذا يا مس، لما يعطيك مسألة فيها جملة مفتوحة بالقسم الطويل نقوم بتجريب الأرقام، نضلنا نجرب الرقم، الرقم المناسب ويزبط مع الناتج هو اللي بعتمده.